عم جابر، نعم، وش الفرق بين الحاضر والماضي؟ والله في فرق بسيط وفي فرق لا كبير. الماضي كانوا يجون يوم العيد مثل هذا الوقت يتليمون ويسوون الخلاطي اللعب، يلعبون رياجيل وحريم. لكن إلا بغيت الذمة والأمانة، الرجال يلعب في النص، حرمته هنا تمام، تجي حرمة جنبها. الحين يسمعون بالخلاطي ما يدرون الخلاطي كيف، يجي رجال هنا ورجال هنا، تجي يجي رجال هنا وحرمته، ويجي الحريم من وراها، ما يجوا سوا، حرمة رجال وحرمة رجال، لا، اللي يسمنون اللي يلعبون في الوسط يجون، ويجي رجال يقعد بعضهم ما يلعب، يجي يقعد وهي تلعب اللعب. أنا أخبر لك واحد ما يلعب، حرمته اللي تلعب، ومعها عود، وفيه واحد شاعر يقول لها يعني قريم يا صافة الثرية، كب عنك العود هاك الخيزران، اعطاها الخيزرانة وقعدت تسمم به، ورجالها قفيه تمام؟ تمام. الفرق الثاني كانوا لا منا الرجال اللي عنده حرمته أهلها في مكة، وهو ما هو فاضي يروح عند غنم هذا، يحوشها مع واحد من اللي فيهم أمانة من الجمالة على البعير، ما هو سيارة، على البعير يوديها معه مكة لأهلها. الإنسان هذا يأخذها لن يوديها بتهلها، وتقعد عنده ويزيد يجيبها معه لن يجيبها عنده رجالها وبيتها. الآن تختلف، كانت الحرمة ما تقدر تبات خارج بيتها، من المستحيل. للحين خلاص اختلف الشغل، تركب تروح حيث ما تبغى، تسافر خارج المملكة. يعني هذا الشغل ترى يشمل هذا، لكن من أول الحرمة ما تخرج خارج المملكة. ليه؟ لأنها أولا المواصلات، ثانيا إنها معروفة من ديرتها لبيتها. لا، من أول الحرمة عيشتها من يد الرجال تأخذها. الآن الحرمة مستعنية صراحة، تستلم راتب، وبعض الحريم تصرف نفسها وتصرف رجالها، بعض الرياجيل ما هو ما هو كل الرياجيل، وبعض الرياجيل الحرمة تصرف نفسها وتصرف، ما عاد حد فوق تحت، حتى لو قال ما تروحين ولا ما تجين قالت لا والله أروح، ترضى ولا تطز فيك ولا خلع ولا خلع. لا هذا الكلام صح. اي والله، بس فرق كبير انها كانت الحرمة ما تخرج منها شور رجالة، من شور رجالة، لكن ذا الحين لا، ما عاد عليها. ليه؟ لانها كانت مضطهدة، اليوم لا، اخذت حريتها بيدها وصارت حيث ما تبي تروح تروح. وهذا الفرق اللي بين الماضي وبين الحاضر. الحاضر خلاص الحرمة مسيطرة، والله ما عاد اقدر تحفظها، وانت تقول لي تجوز، انا ماني متجوز، دامت فيها سيطرة. لا يا ابوي، دور لك من الجيل الاول، اسيطر على نفسي انا، دور لك من الجيل الاول، يمكن مالقى وعاد فيه. خلاص كلهم دوي اسيطر على نفسي، كلهم مجددين دالحين، ما عاد فيها سيطرة.